أني آسف، آسف أني مش عارف أبقى أخوكم الكبير، وآسف أني مش عارف أحل مكان أبويا، وآسف يما أني مش هقدر أبعت فلوس آخر الشهر زي ما قلت لك. بس أنت عندك حامد وحسنين، دول رجالة. بس أنا لا، أنا عشت وهموت جبان وضعيف. يا رب يا رب أنا ضعيف، ضعيف وخواف قوي كمان، ضعيف لدرجة أني مش عارف أدوس ولا ما أدوسش. مكاننا لسه زي ما هو بالظبط، ما تغيرش خالص. فاكر اخر مره جيت هنا لما شلت اللي هو وانا صغير، برضه بيسيبهم ويستنى لحد ما يلاقي الحاجه اللي هو نفسه يشربها. يعني ممكن تقولي كده ان انا جالي مناعه من القلق. انا اسفه لو كنت فكرتك بحاجه انت مش حابب تتكلم فيها. Dieses Gefühl besser als irgendjemand auf dieser Welt, auf dieser schrecklichen, schmerzhaften Welt. Aber ich bin hier für dich, in der Zeit, wo niemand, sogar auch nicht der große Herr im Himmel für dich da ist. Wenn du schlauer wirst und erkennen kannst, was für Hilfe ich sein kann. الله يا حيني شغل ليل نهار مش عارف، مش عارف اكفي طلبات البيت. انا جاي افصل مع ابوك يا حيني، كنت طقه ولا طقتين بنفاصل. دلوقتي مطلوب مني اجيب تغيير. منين؟ منين يا روح؟ دلوقتي كملك عشان اريك ان القرار ده كان يستاهل، واني هفضل احارب بقلبي لأجل هذا الوطن. وأؤمن كمان إن الصح هو الصح. Great, we'll chisel that sentence. ليام، إن أبوها عايز يشوف الشقة وعايز يتكلم معاك شوية. إمتى؟ بعد بكرة. الفاز بالجائزة هو الأستاذ الدكتور المتميز رضا عصام درويش. أنا لا، أنا مش مصدق أنت بتتكلم بجد ولا بتهزر. استنى لما أكلم بابا أقول له ده هيفرح قوي. لا، مليون جنيه يا رضا.